هذا الصباح هناك ضباب في صحراء دبي، الشمس ارتفعت للتو فوق الكثبان الرملية والتوتر يتصاعد أيضا. أنا على وشك الانطلاق بجهاز محرك طيران شراعي. تبدو العربة وكأنها دراجة ثلاثية العجلات بمروحة تعمل على نفخ شراع الطوارئ، لكن طياري جوس يؤكد أن لا حاجة لها. تبدد الضباب وجوس يعطي الضوء الأخضر. جاهز لموسيقى روك أند رول؟ ليس تماما. إلى أي مدى سنرتفع؟ هنا من 40 إلى 50 متراً ليس أكثر. يمكننا بسهولة تسلق ما يصل إلى 12,000 قدم في حالة تعطل المحرك. قم بهذا فقط. لم أتوقع منك إيقاف تشغيل المحرك. سنقوم بالحلزون جيمس، إذا لم تتحمل أصرخ. سنقوم بدورة كاملة على اليمين لنذهب. تشعر بقوة التسارع في بطنك، إنها رائعة. سأعطيك تعليمات، ضع يدك هنا، اسحب اسحب. تحت أقدامنا محمية تضم العديد من الأنواع البرية، جمال وغزلان وحتى زرافات. تلعب الغميضة مع الغطاء النباتي. بعد ذلك أستطيع أن أقول أني تغلبت على خوفي من الطيران. هبوط هادئ.